واعتقد ان في فعاليات كتير جدا، مش فعاليات بس زي ما شفنا، ده في فعاليات رياضيه بتتعمل، وفي فعاليات فنيه زي ما بنشوف الحفلات، وفي فعاليات الاطفال كلها بيحبوها. يعني فن او السيرك اللي ظهر في اوروبا من القرن ال 18 من اكثر الفنون المحببه مش بس للاطفال، للكبار. سيرك بيضم عدد كبير جدا من الفنون، منها السيرك ومنها السحر، وعدد كبير جدا من الفعاليات اللي نظمتها وزاره الثقافه في مهرجان العالمين. تعال نشوف ازاي ده ظهر في هذا المهرجان. لسه فعاليات مهرجان العالمين الجديدة موجودة، والمهرجان الثقافي الخاص بوزارة الثقافة بدأ في الانطلاق بفعالية كبيرة جدا لكرنفال السيرك. الحقيقة في حضور كبير جدا من الأسر ومن الأطفال، وتفاعل كبير جدا مع الفقرات اللي موجودة. تعالوا بينا نعيش حالة الاستمتاع والانبساط في مهرجان العالم عالمين. الهيئة بتشارك ب 17 فرقة مختلفة ومتنوعة في الموسيقى والفنون الشعبية والطنورة وإلى آخره من مختلف أقاليم مصر. احنا بادئين من أسوان، سوهاج، الحرية، الشرقية، يعني كل هذه الفرق المختلفة والمتنوعة بتدي حالة من الزخم والتنوع، بتحس إنك شايف مصر كلها. يعني الناس بتتفاعل بطريقة جميلة جدا مع مكان جميل، مدينة سياحية على أرض مصر، شرفت مصر كتير قوي وسط الناس أجانب وسياحة، وهتفتح مجالات كتير قوي. السيرك القومي حاجة مختلفة الناس بتشوفها مش موجودة في الحياة الطبيعية، زي ما انت شفتوا طبعا الفقرات اللي قدمناها كرنفال، من فقرة جونجلير، فقرة ساحر، فقرة سيف وخنجر، فقرة العجلة البسكليت اللي بمشي عليها وبنط بيها بالعجلة، بس رغم أنا عامل عملية وجاي عشان اسعد جمهور العالمين والاطفال، ببقى سعيد جدا لما يكون مبسوطين وانا شغال. الاولاد شاركوا انهم عرفوا يعملوا حاجات بسيطه من اللي بقدمها النهارده، وكانوا مبسوطين جدا علشان شاركوا. ان شاء الله النهارده كانت اول مره اعرض في مهرجان العالمين، زي ما انت شايف اقبال الجمهور ازاي النهارده على فكره الساحر، وطبعا النهارده كنت لاول مره بشارك بتريكات حاجات جديده، زي ما انت شايف تفاعل الجمهور النهارده كان عامل ازاي. حلوه جدا الفعاليات كلها، كانت رائعه بصراحه، والساحل كانت فقره جميله جدا عجبتني. يعني حاجه جميله بصراحه، وبتفرح الاطفال زياده، يعني تحسسهم برضو ان هو فيه اهتمام بيهم. يعني كل حاجه بصراحه، كل حاجه فيها ممتازه. يعني حضرنا السنه اللي فاتت المهرجان، والسنه دي بصراحه لا جميله، من حفلات للترفيه، كل حاجه بصراحه تحفه. جيت انا بصراحه بالصدفه النهارده، كنت موجود وعرفت بالصدفه، وطبعا استنيت ان اولادي بيستمتعوا بحاجه زي كده، جو جميل بالنسبه لهم بصراحه، حاجه كانت مبهجه بالنسبه لهم جدا. يعني الواحد مبسوط جدا بالاجواء. البحر هنا حلو قوي، وبروح الحفلات الكتير الموجوده هنا.